السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي الطلاب والطالبات في خدمة دروس. درسنا لهذا اليوم يا أصدقاء هو بعنوان الضرب في ثلاثة الضرب اثنان. سنتعلم معا يا أبطال إيجاد ناتج الضرب في العدد ثلاثة. أول تمرين لدينا، أوجد ناتج الضرب. واحد ضرب الثلاثة يساوي، سنستخدم النماذج يا أصدقاء لإيجاد ناتج الضرب. فنضع عمود ويحتوي على ثلاث صفوف. أحسنتم، وعدد المربعات يمثل ناتج الضرب. نقوم بالعد، واحد اثنان ثلاثة. إذن واحد ضرب الثلاثة يساوي الثلاثة. أحسنتم يا أصدقاء. اثنان ضرب الثلاثة يساوي، نضع عمودان وثلاث صفوف في كل عمود. نضع العمود الأول ويحتوي على ثلاث صفوف، والعمود الثاني ويحتوي على ثلاث صفوف. الآن نقوم بالعد، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. إذن اثنان ضرب الثلاثة يساوي الستة. رائع يا أصدقائي. ثلاثة ضرب الثلاثة يساوي، نضع ثلاث أعمدة وكل عمود يحتوي على ثلاث صفوف. العمود الأول والعمود الثاني والعمود الثالث. عدد المربعات يمثل ناتج الضرب. ما عدد المربعات يا أصدقائي؟ أحسنتم يا أبطال، هو تسعة. إذن ثلاثة ضرب ثلاثة تساوي التسعة. رائع جدا، ننتقل إلى التالي. أربعة ضرب ثلاثة يساوي، سنضع أربع أعمدة وكل عمود يحتوي على ثلاث صفوف. فنضع العمود الأول ويحتوي على ثلاث صفوف، والعمود الثاني والعمود الثالث والعمود الرابع. عدد المربعات يا أصدقاء يمثل ناتج الضرب. ما عدد المربعات لدي؟ ممتاز، هو 12. إذن 4 ضرب 3 يساوي 12. رائع يا أصدقائي. 5 ضرب 3 يساوي، سنضع خمس أعمدة وكل عمود يحتوي على ثلاث صفوف. فنضع العمود الأول ويحتوي على ثلاث صفوف، والعمود الثاني والعمود الثالث والعمود الرابع والعمود الخامس. فعدد المربعات لدي يمثل ناتج الضرب. ما عدد المربعات يا أصدقاء؟ أحسنتم يا أبطال، هو 15. إذن 5 ضرب 3 يساوي 15. رائع يا أصدقائي، ننتقل إلى التالي. ستة ضرب الثلاثة يساوي، سنضع ست أعمدة وكل عمود يحتوي على ثلاث صفوف. نضع العمود الأول ويحتوي على ثلاث صفوف، والعمود الثاني والعمود الثالث والعمود الرابع والعمود الخامس والعمود السادس. إذن يا أصدقاء ما عدد المربعات لدي؟ رائع يا أصدقائي، 18. إذن 6 ضرب 3 يساوي 18. أحسنتم. 7 ضرب 3 يساوي، نضع 7 أعمدة وكل عمود يحتوي على 3 صفوف. نضع العمود الأول ويحتوي على 3 صفوف، والعمود الثاني والعمود الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع. إذن يا أبطال ما عدد المربعات لدي؟ ممتاز، هو 21 مربع. إذن 7 ضرب 3 يساوي 21. أحسنتم يا أبطال، ننتقل إلى التالي. 8 ضرب 3 يساوي، سنضع 8 أعمدة وكل عمود يحتوي على 3 صفوف. فنضع العمود الأول ويحتوي على 3 صفوف، والعمود الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. ما عدد المربعات يا أصدقاء؟ أحسنتم يا أبطال، هو 24 مربع. إذن 8 ضرب 3 يساوي 24. 9 ضرب 3 يساوي، سنضع 9 أعمدة وكل عمود يحتوي على 3 صفوف. فنضع العمود الأول ويحتوي على 3 صفوف، والعمود الثاني والعمود الثالث والرابع
والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع. ما عدد المربعات يا أصدقاء؟ أحسنتم يا أبطال، هو 27 مربع. إذن 9 ضرب 3 يساوي 27. رائع يا أصدقاء. ننتقل إلى التالي. 10 ضرب 3 يساوي، سنضع 10 أعمدة وكل عمود يحتوي على 3 صفوف. فنضع العمود الأول ونضع العمود الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر. ما عدد المربعات يا أصدقاء؟ أحسنتم، 30. إذن 10 ضرب 3 يساوي 30. تعلمنا إيجاد ناتج الضرب في العدد 3. انتهى درسنا يا أصدقاء، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. إلى اللقاء.